الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع حديثنا والأحاديث متداخلة في هذا الباب والمواضيع متداخلة. ومن أعظم ما تفرع عن قضية الخوارج والمكفرة قضية استباحة دماء المسلمين أولا كما استباحوها في عهد علي وعثمان رضي الله عنهما وفي غيرها من العهود، ثم انقطعت فترة ثم عادت مرة أخرى ثم انقطعت ثم عادت، وبدأت أول ما بدأت في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين مصر مثلا في 54 أو قبل 54، هذه الجماعات جماعات التكفير التي قامت تقتل وتفجر وتدمر وتفعل إلى آخره، تستبيح أعراض المسلمين ودماءهم لأنهم كفار قد رضوا بالطاغوت. والدليل ومن لم يكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله الذين آمنوا يخرجوا من ظلمات النور، الذين كفروا لهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لا قبلها لا جوار في الدين، أنت بين رجل من غير من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه هي الدليل أننا لا بد أن نكفر بالطاغوت. هذا الدليل نتاج عن تصور أحمق وهو وصفهم وحكمهم على الحاكم بأنه طاغوت وكذلك إخراجه من الملة، خلاص ثم حكموا عليه. فلما حكموا على الحاكم حكموا على أعوانه من سورة القصص إن فرعون وهامان، لأن هامان وزير فرعون، فكل الوزراء عبد الناصر كفار طواغيت، كذلك إن فرعون وهامان وجنودهما الجنود كذلك، والنار يحرق بعضها بعضا، النار إن لم تجد شيئا تحرقه أحرقت بعضها بعضا. فخلصوا إلى تكفير الجنود عسكري، شرط المرور في الشارع الذي ينظم إشارات المرور كافر. ليش كافر؟ لأنه من أتباع وزراء فرعون هامان. ثم خلصوا إلى أن هؤلاء الناس الشعوب يمشي مثلا في الحي الواحد يسكن 100,000 إنسان، هذا الحي فيه 100 من الشرطة، ليش 100,000 إلى 100؟ لو قام أهل الحي على 100 قتلوهم ما كان وقف هؤلاء 100 ولبسوا ملابس الشرطة ونظموا الناس في الشوارع. إذا هؤلاء إيش رضوا؟ رضوا بالكفر، رضوا بأعوان الطاغوت، إذا هم طواغيت. منها هنا نشأت فكرة التكفير، تكفير المجتمع، ثم الهجرة والهروب من هذا المجتمع بحثاً عن المدينة الفاضلة والمجتمع الإسلامي. كان عندي كتاب للأسف لم يعد عندي منه نسخة، ولكنه في يعني أقبية المخابرات العربية، كتابان، كتاب اسمه الشرخ وكتاب اسمه الخلافات القاهرة والشقاقات العاصرة في صفوف الحركات الإسلامية المعاصرة. هذا الكتابان كتبتهما قبل قرابة 26 أو 27 سنة أو أكثر، وبسببهما يعني أذيب أبا شديد وسجين سنوات. كتاب منه اسمه الشرخ، هذا الكتاب من أجمل الكتب، ولعل الله يعني أن يرجعه إلي، فمنذ فقدته كأنني فقدت واحدا من أبنائي. الشرخ عبارة عن تصور لما عشته أنا ويعيشه الناس من حولي. نحن جميعا عشنا في بيئات يغلب عليها الفساد. إيش الفساد؟ تصورنا نحن المفسق يوم في البيت شغال، الأم إما مش محجبة إلا حجابها نصكم،
السب والشتائم شغال، القمار احيانا، بعض الاختلاط في الاسره لمصافحه الرجال والنساء، مجتمع حوله كله فحش، تصوف، شرك، موالد، جوز وفرد، لعب الشده، سهر على المستقبل، مجتمع لا يتمسك بالشريعه، مقاهي في الشارع اللي ساكن فيه، هذه مقهى فلان، هذه مقهى فلان، مكلفون شغاله، والمقهى الثاني المليح شغال، وهذا بيحشش، والثاني بيأرجل، مجتمع الفساد فيه واضح من قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا على المنشور. هذا المجتمع الذي عشناه، وهو المجتمع، هو المجتمع الواقعي الحقيقي الذي قد وضعنا ارجلنا عليه، هكذا نمشي نشعر به تحتنا، مجتمع فاسد، يعني مجتمع المدينه الفاسده. فبعضنا فتح الله عليهم ونور بصيرتهم ومن عليهم بنور الدين. مش نور الدين هذا؟ هو صحيح من عليهم نور الدين في المسجد، بس يعني هذا كان نور الدين الاخر. فبدا الان يستمع الاشرطه ويحضر للمشايخ ويقرا الكتب، يجيب حال الارواح الى بلاد الافراح، تلبيس ابليس لابن القيم، السيره النبويه لابن هشام، مش عارف مين العلامة أحكام السلطانية للمولد، كذا حياة الصحابة للفتاة. وبدأ الإنسان يعيش مجتمعاً آخر. المجتمع الحقيقي الذي يعيشه الحق مشتي عليه مجتمع خربان فاسد. المجتمع الذي يعيشه في الخيال والكتاب علقة في الهواء كده تعمل كده، مجتمع الكتب والأشربة، مجتمع المدينة الفاضلة، مجتمع الصحابة والإيثار، يقول له خذ زوجتي، يأخذ نصف بيتي، نصف مالي، يرمي التمر ويقول له أنا عشت حتى أكل هذه التمر فأنا كذا من أهل الدنيا أقاتل في سبيل الله. شرخ، صراع بين مجتمعين، مجتمع بالخيال يحبه الإنسان ويريده ويتمنى أن يعيش فيه، ومجتمع على أرض الواقع. الصراع بين المجتمعين شقنا نصفين. كانت من اثاره انا مثلا كسرت المفسق النافع له، قد شفت مشكله كبيره، وتشوف نفس سيدنا ابراهيم عليه السلام، وقلت لاكيدن اصنامكم. لاكيدن اصنامكم سوار الحيط، بس طبعا كدت اصنامهم وكادني ابي ضربني ضربه حتى كاد كده الناس مشتاقه والتكفير. انتم كفار، انتم لا تحتكمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خلاص بدانا الان في الهلوسه التي سببها الشرخ. هذا الكتاب كان الكتاب سردت فيه الاحداث من ادم عليه السلام والتنازل، احداث تطور الفصل والانفصال في الشخصية بسبب تباين المجتمعات التي يعيشها الإنسان. وهذا الشرخ شرخ يعيش معنا منذ أول عصور النبوة وسيبقى إلى قيام الساعة، في كل فترة يتجدد هذا الشرخ. فهذا الشرخ الذي حدث أنشأ هؤلاء الناس الذين بدأوا يكفرون وإلى آخره، مع نقص العلماء الربانيين العاملين، مع نقص المربين الفضلاء العالمين بالتربية، بدأ كل واحد منا يصبح مفتيا يقرأ حديثين ويفسرهما كما يريد هو، ليس كما ينبغي للشرع، لا كما الكتاب على ظاهر الحديث على فهمه هو كما يريد، مثل حديث إن الله أمرني بقتل أمة الكلاب. قرأنا صباح متان اليوم، أنا واحد منا سياخ خلح على ابن اخ ابو حداد، حطوا لنا سبع ثمان اسياخ حديد، كل سيخ هذول 6-8 ملي هذا كذا، عملنا له برد برد وركض وين في كلاب، اقتل الكلاب، اقتل الكلاب، اقتل الكلاب، ركض في الشارع قدمني في الكلاب. ثاني يوم والله الشيخ الخضيري يحدث فيها، وهذه حصلت معي انا. ثاني يوم انا صحيح مسلم، ثاني يوم باب نسخ الامر بقتل امه الكلاب. يعني لو صبرنا يوما واحدا، لو صبرنا يوما واحد كنا قرأنا في الصفحة الثانية انه ايش؟
النسخ انه خلاص طلع الحديث اخرى انه لا يقتل الكلب، يقتل بس الكلب الاسود، مش اي كلب اسود، ذو طفيتين، نوع خاص. فهمتم يا اخوان؟ هذا من نتائج، خذ من هذا الكثير. فهؤلاء الناس او الشباب بهذه الطريقه، الله المستعان، الله يرجعهم تقول الى الله، بس الحمد لله الذي من علينا كان ليش شيوخ، يعني انا كان لي علماء وشيوخ كثر، شيوخ يربوا عددهم على 100 شيخ، بعد ذلك الحمد لله الله زاد 10 عالم 10 عالم. الحمد لله توجهنا توجه صحيح. فالقصد يا اخواني بارك الله فيكم، فنفهم فبدات هذه المرحله التاريخيه التي تحمل هذه السمات، سمات تكفير. خرجنا من فرعون الرئيس، خرجنا من هامان الوزير، خرجنا من الجنود الذين يحمونهم، وصلنا الى الشعب الذي يرضى بهؤلاء. اذا الكل في بوتقه واحده، ماذا نفعل؟ نهاجر وايش نفعل كما فعل ابو قتاده، ابو جهل ابو جندل وابو قتاده وغيره وابو بصير، وايش ان نبدا في عمليه غزو المجتمع وسبي السبايا واغتنام الغنائم والفيء والخمس والاحتطاب. شفت سؤالك عبد الحليم هذا، انا ساذيك عن الاحتطابات جانبا. عشنا في ميونخ هنا يا اخوه بتاعت الاحتطاب قبل 8 سنوات، وعقبوا عليهم في الاخير بعد ما احتفظوا من كم سوبر ماركت، يدخل يمسك مش عارف حاجه ويهدد المراه في السوبر ماركت ياخذ الفلوس، في الاخير مسكوه وحبسوه سنوات هناك، سفروه على الاردن وعلى غيرها. يا اخوان اعرفهم، اجلس معهم، كان اجلس معهم على صحتهم كثيره، صحت النصح سبحان الله، ولكن لا يحكم النصحين. جلست إليه خطاب، إيه خطاب يا حبيبي؟ وعلي في الغابة يعني خطاب. إذا عندما وصلنا إلى هذه النقطة بدأ ما يسمى الاستحلال بين المسلمين فضلا عن الكافرين، الكافرين وغير المسلمين هذه درجه ثانيه، ليس درجه اولى، هذول يعني مفروغ منهم، لابد من قص واسهم بالجمله عندهم. عندهم مفروغ منهم. اما استحلال دماء المسلمين هذا امر خلاص انتهى. لماذا يستدلون؟ لو منعوني عقال معين كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لقتلتهم عليه. استدلالات عظيمة. تركوا وراء ظهورهم كل الأحاديث والآيات. يا كعبة ما أعظمك، ما أبهاك، ما أعظمك، ما أبهاك، ما أشرفك، ما أعزك عند الله، ما أعظم حرمتك. ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم. حديث عبد الله بن عمر. نسي الحديث الآخر، لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا. شوف حال الكعبة التي عظمها المسلم، يعني لو تهدم حجرا حجرا فتت، أهون عند الله من أن يغرق أو يراق دم امرئ مسلم، دم واحد في الكعبة كلها تتفلش كده تتحطم، ولا أن يقتل ولا أن يهدى دم امرئ مسلم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يختص فيه بين الناس الدماء، أول شيء يقضى فيه بين الناس الدماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من أمره، يعني زنى، شرب الخمر، ساق، كذب، أكل الربا، فعل الفواحش، حلق لحيته، عمل عفريت، لا يزال في فسحة من دينه أو من أمره. يعني الأمر في سعة، ماشي، ربنا يغفر ما لم يصب دما حراما. كل هذا سهل إلى جانب أن تصيب دما حراما، أن تقتل إنسانا بغير حق، ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القاتل والمقتول يوم
القاتل والمقتول يوم القيامة، أو يأتي المقتول يتلبب قاتله بيمينه تنزف أوداجه دما ويحمل رأسه بشماله يقول يا رب هذا قتلني ففيما قتل. فيقول الله عز وجل بئس ما صنعت، ويقول خذوه إلى النار. على طول خذوه إلى خذوه إلى النار تشخب أوداجه دما. حديث أبي بكر قلناه تعرفونه، حديث كل المسلم عن المسلم حرام تعرفونه، مئات الأحاديث لو أردنا أن، حتى قال الله عز وجل في كتابه ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، نفس واحد يساوي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال نفسا ولم يقل مسلم، ما قالش نفس مسلم، لم يحدد نكرة، والنكرة في سياق العموم تدل على شمول جميع أفرادها فيها، مسلم وكافر وكل أنواع، طالما أنه بغير حق، طالما أنه بغير حق، فإذا أنت إن قتلت نفسا واحدة فكأنما قتلت الناس جميعا. فكان كان حديثا عن المسلم، هذا كله تجاوزوا ورموه وراء ظهورهم واستدلالات فاشلة، وتطوروا إلى ما هو أبعد من ذلك. ليش؟ حكام المسلمين شرسون، شرسون طبيعة العرب، طبيعة حامة عندهم الشراسة. عبد الناصر ضربهم بالصواريخ في الصعيد، هو السبب جمع ما خلى لا مرأة ولا رجل ولا طفل، حط كلهم في السجون وقص روس. حافظ الأسد دمر مدنا بأسلم مئات، أكثر من 100,000 أحداث حماه شطبهم منها. صدام حسين حلبجة بالكيماء والبخ، إذا كأنه يبخ الذباب بالكذا البخ الخام، ما فيه توقف. أين المنفذ؟ هو هناك أناس عندهم أمراض في قلوبهم، متعطشون للدماء، يحب العنف، تجد التربية توصل تربية خاطئة من أصلي من الأسرة كلها عنف في القلوب، تعطش يحب الانتقام يفرح بالدماء. أين المنفذ؟ طلعوا على أوروبا، جاء أوروبا ترعرع وأكل وتكرع وتترع وأخذ السوسيال وأخذ الكيندر جيلد وأخذ كل شيء، وبدأ عقله وجالس كذا. وهو الإنسان إذا لم يعمل عقله يفرغ غير ده، بقي يشتغل الشيطان في رأسه، يخطط يخطط له. أنا في عقر دارهم فكيف أغزوهم؟ أنا آثم إن لم أسقط السقف على رؤوسهم. ويبدأ بقرأ بفصاحة، وأبو مصير وأبو مصير وأبو مصير وأبو دجاجة وأبو دجانة، ويبدأ يألف أشياء وكتب ويجمع ناس ويبدأ يخترع قصص، حتى ماذا يفعلوا؟ حتى يطبقوا شرع الله اللي فشل يطبقوه في بلاد المسلمين، حتى المسلمين يطبقونه على غير المسلمين. ايش الدليل؟ يقول الله عز وجل واقتلوا المشركين كافة حيث وجدتموه وخذوه واحصروه واقعدوا لهم ايش؟ كل مرصد. أدلة ثانية فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى الله الحرب أوزارها. يعني احتمال كبيرة كذا، وآيات آيات أشياء، هو يعني لو قرأ بس كم من آية خلفها، يعني الآية في سورة التوبة التي ذكرناها الآن وأخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، الآية التي بعدها اللي فيها القتل والذبح سورة براءة، يعني عجيبة هذا. يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. هذا تناقض في كتاب الله، هذا تناقض. إذا فهمنا الأمر بهذه الطريقة فهذا تناقض في كتاب الله. ولذلك الحمد لله ديننا لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة،
حتى في هذا فصل لنا وبين ووضح. أعظم حالات دار الحرب يا أستاذي دار الحرب، أعظم الحالات مع الكفار، مع غير المسلمين، مع اليهود، مع النصارى، مع غيرهم، أن نكون في حرب حقيقية يواجه بعضنا بعضا بالسيوف والرشاشات والبدنة. حرب فعلا، كل واحد حمل السيف وخرج للقتال، صحيح؟ هذه حرب السليمة، حرب المعلنة من جميع الأطراف، مش الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي في أمريكا، لا، حروب حقيقية ظاهرة. في هذه الحروب الطاحنة التي أعكشر كل طرف عن أنيابه في وجود خليفة للمسلمين، لأن جهاد الطلب لا يجوز بحال من الأحوال إلا تحت راية خليفة للمسلمين. إنه كل أبو زعبل القلة يطلع في الشزاوي يرفع راية الجهاد تصبح نبيع بطاطا ونقع كذا فرد في السوق فجل وخضروات وجرجير، بس بيعين بطاطا مع صبح وصبر وصبر. ليش؟ قال لك ننزل نعلن. طبعا طبعا المواضيع تتداخل في بعضها من الاسد، من الاسد اللي في القلب بس، والله اللي هو الاصل كلامي هذا كلام مش علمي، لكن كلام داخل بعضه. بس كل ما افكر شيء احب انوه عنه قبل ان انساه. فتحوا لنا باب الجهاد في العراق، في افغانستان الاول. ذهبنا مع افغانستان وجمعنا فلوس لافغانستان وحاربنا مع افغانستان. كان بعض علمائنا منهم الشيخ محمد رمي شفرة، الله يشفيه ويعافيه ويطيل في عمري هذا الرجل. الشيخ الألباني كان يقول يعني جهاد، هذا جهاد الشيخ الألباني، جهاد الشيخ أو شيخ أبدا، هذا ليس جهاد، هذا غير منضبط. الضوابط الشرعية لا اقتصى فيه، لا خليفة للمسلمين، لا ناس ملتزمة، لا أمة موحدة، فساد لن يأتي بخير. طلعوا الجماعة جهاد وجهادنا وطلع 20 سنة من الجهاد، فكانت نتيجته الأخيرة أن يخرج الرؤوس ويتقاتل الرؤوس، تتقاتل الرؤوس المسلمون المتدينون، أحمد شاه مسعود، سيف الجسم هذاك سيف العين، ها لا حكمة يار، عبد رب الرسول سياف، الملة مش عارف مين، الملالي كلها والقضايا اللي كلها، بلش المطاحنات 7-8 أطراف، قطع في رؤوس رجع وكما سلم لا تنجح بعض بعد كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. اصبحت مشكله في الكرسي، واصبحت الحرب والاموال التي جمعت توجه اسلحتها لمن؟ لصدور المسلمين. وفي الاخير ماذا حدث؟ وصلنا الى ان تباع المراه المسلمه سبيه 100 دولار 150 دولار. وصلنا الى هذا. طبعا يقولون أن مش قادر أتكلم فيها في كذا أتفرج عليه الآن، وفي طبعا أكيد آذان الفية الموجودة، معلش. ألا يا ابن الكرام، ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك، فما رأي كمن سمع وكلكم فهم، ولا حد مش فاهم خلاص أدخلوا لي خلاص. فوصلنا إلى أسوأ المراحل. طيب، ثم فتحوا طبعا فتح باب الجهاد هذا، جمع كل شاب ملتزم في مصر، في السعوديه، في فلسطين، في العراق، في الصين، في اليمن، في الشام، وجعل لهم مصيره حتى افنوا عن بكره ابيهم. ثم علم الناس الخبص الذي يحدث في افغانستان، وخرج الناس من افغانستان. خرج كثير من الشباب الجهاد في افغانستان، افضل الشباب حفظ القران، حفظت السنه، الموحدون، أصحاب الخير، دعاء إلى الله عز وجل، راح من راح ورجع من رجع، رجع ماذا كان مصيره؟ ارتمى في السجن. جميل. فتحوا لنا باب آخر اسمه العراق. مصيرة اسمه العراق، فخ. فخ يعني العقول لا تعمل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله الرسول والأمة العظيمة التي معه والصحابة
يقول الآن خفف الله عنكم. وأنا أجي اليوم الخربان اللي متربي في مجتمع جاهلي ضعيف الإيمان، لا عندي لا سلاح الإيمان ولا سلاح الفرسان، وأريد أن أذهب وأقاتل جيوش شرارة 120 دولة مجتمعة بأحدث الأسلحة، وأنتظر أن نصر الله سينزل عليه. لا، أنت كذاب وستكذب الله ورسوله، ستكون سببا في تكذيب الله. وأن نحن انهزمنا في أفغانستان وانهزمنا في العراق وانهزمنا في كل مكان ومهزومين، ورأسنا في أرض السابعة، واللي كل منتصر أقول له أنت لا تفهم، أنت رجل كالنعامة وضعت رأسها في الرمل ويسمعها فوق. أين النصر؟ اطرح علي، اطرح علي، اطرح على نفسك، اطرح على من؟ وين النصر يا أخي؟ النصر أن تصبح لك دولة وراية وقوة وعزة وتنصر الرسول. أطلق صلاح المرأة، وإلا جئتك بجيش أوله عندي وآخره عندك. إذا كلبه هذا النصر، هذه العزة. أما الذلة ونتخبى مثل الفئران في الجبال وتقول لي إحنا اتصلنا، اتصلنا على مين؟ على من اتصلت يا أخي؟ افهم شيخ راسك، هذا دين يا أخي، دين دين. كل شيء نازل في القرآن، ما في شيء. لن تأتي أنت اليوم بشيء جديد، خلاص انتهى كل شيء. قول ذهب الشباب إلى العراق وسط لماذا أقول خليفة ورايا؟ ينزل العشر العشرين من تونس، سنفترض أن في العراق أميرا وخليفة، واليوم قد خططوا لغزو حي من أحياء الأمريكان في العراق وأتباعه. افترض ونسبة لإخواننا هذول اللي نازلين، يعني مهما كان الأمر منظما على مين ده المخابرات راكبة على راسنا من فوق. ها؟ وأنا أتكلم عن أشياء أنا خايف الأخيرة هتفصل بسببكم، بس الله المستعان، أنا متعود مش مشكلة. يأتي إخواننا هذول يشتروا كم قطعة سلاح ولا كم سلاح، هذول يكونوا مخططين لعملية، وهؤلاء يدخلون كم فرقة نار خربوا العملية على الثانيين وصارت صلبة. أحصف المسلمين، أحصف المسلمين، أحصف شباب المسلمين. لم يبقى في تونس شاب ملتزم، ولا في المغرب، ولا في مصر. سوريا، سوريا بلد لها أفكارها، يعني أو كحكومة أو كحزب له أفكار معينة وله اتجاهات معينة، ما هي اتجاهات سلفية ولا جهادية ولا شرعية من تحت كذا، يعني معروف سوريا بلد عادي، بلد مثل باقي البلاد المسلمين، عندها اتجاهات شبه علمانية أو ناس يعني بتعيش وخلاص. هذه الدولة كده تركب باصات من الشب، تدخل الخلق بدون تأشيرات، اللحى كده هنا حياك الله يا شيخ، وتركبهم وتجهزهم في باصات، وتطلع الباصات علني في بلد مخابراتي. يعني هذه القصص اللي كانت تلمس حجاب كان يسويها، مش يخرج كده الباصات حدود حلب، مش عارف روح تركيا العراق بدون اي مشاكل، باصات باص ورا باص، ما يصل الى 20 كيلو متر في عمق العراق الا الصاروخ نسفه عن بكرة ابي. يضحكون علينا، فقدنا الدعاء، فقدنا الشباب الخير الصالح، فقدنا 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 فخ، ولا انتصرنا ولا فعلنا شيء. ايش هذا؟ ما هذا؟ هذا كله فشل، 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 لان الطريقه خطا، الطريقه التي بدا بها تسلم الدوله وبنى بها الدوله ليست هذه، لم تكن ولن تكون هذه، لن تكون. والله سبحانه وتعالى بين لنا الطريقه في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت البارحه كثيرا. اذا هذا امر. الامر الاخر جاء في اعظم حالات الحرب لوجه أمام وجه فيها. الناس لها حدود، حتى الكافر لو حد له شعر حمراء، وإن لو لم يكن ذلك فما الذي منع اليهود أن يسحقوا الفلسطينيين سحقا؟ أنا أريد السؤال حتى جاوبني عليه. اليهود عندهم الأسلحة النووية والذرية والعفاريتية والبيولوجية والكيميائية إلى آخره، ست سبع ثمان صواريخ فوق غزة. الله يرحمك يا غزة، أنت والذين فيك. وأدي أشوف أنا من الرجل الذي سيتكلم، ولا أين هو الرجل الذي تكلم منذ 1948 إلى اليوم، بل من وعد بلفور اليوم؟ من الذي تكلم؟ من الشعوب العربية الإسلامية كلها، من الذي سيعارض
مسح غزة عن بكرة أبيها. نحن رأينا المعارضة كريم سنقوم 100 و200 و300 بيت بأهلها وتطلع جامعة الدول العربية تشجو والأخرى تستنكر والثالثة بتحكي كلمة بالصعبة تعرفونها؟ هذا اللي فعله. ما الذي يمنع اليهود من سحب المسلمين في فلسطين؟ وننتهي من قصة بقى الحماس والجهاد الإسلامي والقسام والفصار، ننتهي من قضايا دي كلها. ما الذي يمنع؟ ما حد تكلم. ما الذي يمنع؟ إذا كان الهدف هو سحب المسلمين. ما المانع؟ أنا سألت سؤال واضح بعد أن جاوبت عليه. ما المانع من سحقه؟ الله. أنا بقول في خط أحمر. هذا الخط الأحمر خط فطري. ما له علاقة حتى بالتطلعات. خط فطري. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بحجم دفع الله الناس بعضهم بعض. هذا الدفع يأتي واحد من جماعة بوش من المستشارين ويقول له شوف هذه العراق حلها 3-4 قنابل نووية والسلام عليهم وخلاص. فز بوش يقول أيوة فكرة نرتاح من المسلمين يا أخي ونكون الزبالة نخلص منها. يطلع للمستشار ثاني على جنب يقول له يا فخامة الرئيس لو فعلنا هذا عندنا من جماعتهم ناس وسيحدث كذا ويعملوا فينا كذا ويصير كذا ترى قف. هذا تفكير يعني لابد تنظر فيه وتقول أيوة والله معك حق. هذا دفع الله الناس بعضها. لو تركت الناس على بعضها لا يعني لفسدت الارض كما قال رسول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. بس في قوانين سماويه والتي تسمى بالقضاء الكبير. قضاء يعني في هناك قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني يمنع ذلك. في خطوط حمراء، هذه الخطوط الحمراء جعلت يعني هو كلها قدر الله وقضاءه، جعلت خطوط حمراء حتى للمسلمين. الشيخ ابن باز ايام الجهاد الافغاني اخواننا نفسه ما شاء الله وعايزين ياخذوا الروسيات سبايا وروسيات ما شاء الله حلوه ما في احلى بنات اوكرانيا وروسيا كانهن المها تمشي على عجل. ها عندكم شك في هذا؟ مش عندكم مستقبلات في البيوت؟ ما بتشوفوش مسابقات ملكات جمال العالم اللي كلهم من اوكرانيا؟ ها معقول؟ عايزين ياخذوا سبايا متعطشون للسبايا. السبايا قال له الشيخ ابن باز لا يجوز. كيف يجب أن كيف ما بيجوز الله عز وجل لكن رقابهم ورقاب آبائهم؟ حول الله ما يفكر إلا في هذه الشرعية سبايا. قال لا يجوز يا قال لو فعلنا نحن ضعاف مع أن في جهاد وقتل وضرب وفي لكن هناك خطوط حمراء لو فعلنا لفعلوا في نسائنا كذلك. فقف لا يجوز وقف لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أرسل فيها خالد رضي الله عنه مر فوجد امرأة مقتولة. امرأة مقتولة وهذه غزوة يعني رأس برأس الناس على بعضهم والحديث في صحيح البخاري وفي السنة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وأرسل إلى خالد رسالة وقال يا خالد ألا لا تقتلن عسيفا ولا امرأة. عسيف الأجير موظف تاع البلدية والموظفين والناس اللي شغالين أشغال أصحاب الشركات عمال النظافة عمال الكفو إر عمال الإمس إر والناس اللي ما لهاش علاقة هذه شغالة في وظائف ليس لها علاقة بالقضايا دي كلها. ألا لا تقتلن عسيفا ولا امرأة. هذا واحد. جيش سيدنا أسامة بعث أسامة رضي الله عنه الذي أنقذه الصديق مع أن كثير من الصحابة خلفوه لا تفعل. قال والله لا أوقف جيشا أنفذه رسول الله وجهز خلاص
فأنفذ جيش أسامة، فوقف على رؤوسهم، وقف وقال أيها الناس، الناس لمين؟ يقصد الجيش، الأمة، المجاهدين، الصحابة، التابعون، أيها الناس قفوا أوصيكم عشرة، سمعوا الطعنة، اشهدوا صية الحين يفتح الشام روم الى معالق طاحنه قتل ماذا؟ قد كفوا اوصيكم عشرها الا الاحتطاب الا لا تخونوا ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ما تقول الكفار للكلب اخذوا البترول من ديارنا سوف اسرق محل العمل اللي تعمل انت فيه سرقوا أخذوا اختصاصنا بلادنا وخيرات المغرب أخذوا السمك والمحيط الأطلسي فسوف أسرق مطاعمهم مثل ما أخذوا السمك سأسرق سمكهم ومثل ما يتعاملون مع بنوك بلادنا بالربا سوف أخذ القروض الربوية من بنوكهم وأفل أهرب أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذه واحد ألا لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا في واحدة رابعة ألا لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا في واحدة رابعة نسيتها أتذكرها إن شاء الله على الوقت ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا نخلا ولا تعقروا ناقة ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكلة أنت وجيش الحرب تقول من جوع إذا ذبحت اذبح لأكلك فقط إلا لمأكلة وإنكم ستمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة مين هم هذول؟ مثل حمير إخواننا أعزكم الله اللي كل ساعة وتانية مفجرين لي كنيسة في مصر ومفجرين لي كنيسة في العراق إيش هذا؟ من هذا الذي أذن لك أن تفجر كنيسة؟ من ربنا قد؟ من الذي أذن لك أن تفجر كنيسة يتعبد فيها الربان؟ مين؟ من الذي قال لك هذا؟ من أي شريعة أتيت بهذا؟ في أي دين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدمر الكنائس ولم تحرق ولم يحدث فيها شيء، كيف تفعل هذا؟ من أي؟ في عهد سيدنا عمر، عهد الصحابة، في الشام، في مصر، في المغرب، في كل العالم الإسلامي، كنائسهم في بيت لحم، في غير إلى اليوم موجودة ما حد يشهد إلا الكنائس التي دخل أهلها في الإسلام جميعاً وأهل مثل آية صوفيا وأهل البلد خلاص ما في نصارى كلهم مسلمين إيش نعمل في الكنيسة متحف حولوا إلى بس أما ما جاء المسلمون ولو بقي واحد وحطموا الكنيسة أو حرقوا الكنيسة أو دمروا الكنيسة وإنكم ستمرون على أقوام قد فرضوا أنفسهم للعبادة الرهبان الأحبار فذروهم وما فرغوا انفسهم له ابعد عنهم اقرب عنهم ما تقول لك كلهم اعداء وكل قصروس لا فذروهم وما فرغوا انفسهم له وانكم سياتيكم اقوام بانيه فيها الوان من الطعام فاذا اكلتم منها المره بعد المره فاذكروا اسم الله عليها هذا في دليل على جواز اكل لحوم اهل الكتاب ذبائحهم لحومهم لا طبعا هو اجل لك لحومهم لما تزوجهم مش مشكله اذا هذا حديث واضح هذا حديث سيدنا ابو بكر الصديق واضح مثل الشمس في حاله الحرب الضروس الطحن اوعى شوف عشر وصايا اياك ان تقترب ذكرتنا ولا تغشوا الرابعة لا تغشوا من غش والناس عندنا الحديث من غشنا فليس منا يعني من غش الكفار برافو عليك صح المسلم من سلم المسلمون من لسانه
لكن الكفار من 60 في 77 حط رجلك وادعس. كما جئت إلى ميونخ، أنا جئت إلى ميونخ سنة 99، أنا شفت العجائب، أنا رأيت الناس اللي ماشية تبصق على الألمان، وأقول لك الكفار ضيقوا عليهم الطريق ماشي ها. وشفت شفت شفت عجائب. أنا حضرت في أحد المساجد قبل 7 سنوات، واقفين ننتظر بعد صلاة العشاء الساعة 10:30، 10:30، 5 من الشباب واقفين كلنا ما شاء الله وحوش، كل واحد ضرب اللحية كده بصدره وجيب الدشداشة وعضلات وكله كده طويل، وامرأة جاية والطريق مظلم في هاي اسمه هاي الشتراسة هذا هيلسوك هاي الشتراسة، بس السلام الطريق واقفين 10 متر 7 متر كده من المسجد، والجو يعني مظلم في كده ضوء خافي، وامرأة جاية ألماني. ما شفت المنظر الصباح ليه باقي سيارات الشباب شيء باقي غير نحن واقفين الاشباح وكذا. انا لاحظت المراه ماني بصباص والله، بس يعني كان اني انا واقف كده وهي جايه من الشام هنا، لما راتنا شفت الارتباك على وجهها، والله رايت في عينيها كانها رات الموت، واحنا مش احنا مشوهين من غير شيء تفصيل تشويه. فلمحتها من بعيد بس بتطل على حد منا كده فتح اسنان شويه بس تريد الامان. فلما اقتربت علينا قالت كروسكوت يعني تريد الامان، يعني هي ساكنه في نفس بلاد المسجد فوق. وكان معنا رجل غليظ الرقبه، الله يسامحه، غليظ الرقبه، لو ملئت فيه لجنه. قال لها بس، وإذا بها أسقط. كنا في مصيبة، وصلنا 5 مصايب، لازم أخذ مسكها الآن تحت تسقيها وتشيلها وتمسك إيديها. فكنا مرتاحين، كنا مرتاحين. هذه المرأة كل عام وأنتم بكل خير، هذه عمرها لم تشوف الإسلام ولا المسلمين ولا خلاص، دي معاملة، هذا فشل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، مش من غشنا وبس، حديث اخر يقيده من غش، تخش نصراني تخش يهودي تخش كافر تخش عفرس، الذي يغش ليس من المسلمين. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، مش بس المسلمين، الناس، حديث صحيح. المسلم من سلم، وقولوا للمسلمين حسنا. ليش للناس؟ المسلمين بس، أما الناس يبصقوا عليهم من 60 في 75 ها؟ وقولوا للناس حسن الناس، يقول فيها المسلم والكافر والإفريق وكل الخلق غزوة هوازن، غزوة حنين، كانت غزوة تاريخية فاصلة، من أعظم الغزوات بعد بدر، غزوة فاصلة تعلموا فيها المسلمين درسا. وغزوة دريد بن الصمة كان عمره 200 سنة، رجل خاض معارك بحيث أن جسمه لا يوجد سنتيمتر إلا فيه ضربة سيف ولا طعنة رمح. ولو عندنا طبيب يعرف الجرح لما عدة مرات ينجرح الأنسجة هذه تتليف خشب. الرجل جاءه الولدان اللذان وصيا لقتله، وأخذوا السيف وقعد يضرب فيه، اتكسرت السيوف عليه وأعمى لا يرى، 200 سنة عمره كان، خاض أكثر من 1000 معركة. قال لهم يا أبنائي ما يفيدكم هذا، ما يفيد، إذا أردتم قتلي فافعلوا كذا، علهم الطريقة، يرفعوا رأسه عشان المنطقة الطرية ويقصوها، علموا قتلوه. فدريد بن الصمة كان داهية، يقاتل وهو أعمى، تخيل الحس المرهف بتاعه. فقال لهم محمد خرجتكم الآن سيبيدكم مع بكرة أبيكم، ما في حل، إما تستسلموا له تدخلوا في دينه، وإما تخرجوا له بأبنائكم ونسائكم وشيوخكم ودوابكم، ما تخلوا شيء، نطلع إما رجعنا وإما ما رجعناش، ما في شيء خالص. وكانوا يفعلون، كان يأتون بالنساء في الغزوات حروب ويقدموا النساء يفضلوا ويزمروا ويرقصوا. وكانت تقول هند رضي الله عنها قبل الاسلام ان يظهروا بنا يجردوا فينا الغرل
إيه لكم بني عجم، يعني إذا إذا سمحت لهم بأن يهزمونا سيجردوا فينا الغرم، فاهمين ولا أفسر؟ فهمتم تجريد الغرم؟ فهمتم ولا لا؟ يعني افهم والله العظيم اللي مش متزوجين يطلع من المسجد حتى ما خلص الموضوع، فحتى يشجع الخلق وكل واحد يغير على عرضه يقاتل مستبسلا حتى زوج موضوع عصبية وداني فخرجوا عن بكرة أبيهم. الآن الصحابة لما شافوا الموقف كمان الحمية شفاها قلبه محروق يريدون إفناءهم عن بكرة أبيهم. بدأت الحرب كما تعرفون، فبدأ الصحابة بعض الصحابة يقتل حتى الأطفال ذري قصص انتقام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال ما بال أقوام بلغ بهم اليوم القتل حتى قتلوا الذرية. حديث حتى قتلوا الذرية. فقال بعضهم يا رسول الله إنهم أبناء المشركين، احتطاب، إنهم أبناء المشركين، يعني هذول ذرية الأمة الفاسدة اللي بكرة تقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تقتلوا ذرية إن خياركم أبناء المشركين، إن خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتلوا ذرية. ثلاث مرات يكررها ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها. حديث صحيح، نهاهم عن قتل ذرية المشركين. ما بشوف. فأنت اليوم لما تخرج لي وهذا عايز بدرس آخر لسه ما وصلناش إليه، لم نصل إليه بعد، تفجر لي في نيويورك ولا مش عارف وين بنيتين تقول لي أنا في واحد أطفال ونساء وخلق، وتفجر لي أوبام في لندن والثاني في مدريد وتجيب لي خلق ما لها علاقة بالبطاطا ولا البطيخ وتقول لي إياها وتقول لي أنا كنت أجاهد في سبيل الله غزوة واشنطن ونيويورك. اللهم صل على محمد. عم زي أخوان الرافضة غزوة مين يا حبيبي؟ غزوة أنت غزوة من؟ والله أنت غزوت الإسلام في عقل الله. وهذه النتيجة تفضل شو أفغانستان وشو العراق وشو الدنيا كلها، وشوفوا حالنا إحنا كمسلمين في هذه البلاد ماذا حدث بنا. لو أحكي لكم الذي حدث معي في 2001 الذي حدث معنا وحدث مع كثير من إخوانكم في كل مكان، وكيف رجع الإسلام 100 سنة لورا بسبب هذا الموضوع، تعرفون أن هذا ليس من الإسلام، ليس أي علاقة له بالإسلام، جهل وخطأ وفحش تصور خاطئ. وإحنا طبعا نفرح نزمن ونطبل فرحانين أي والله اقتلوهم في عقل دارهم. نعم وجيب لك الآيات ومعها كده الموسيقى التصويرية الأناشيد، ها سنخوض معارك وشو تحبيس معارك ليش؟ معارك من؟ معارك أي خطأ خطأ خطأ. هذا أحداث آخر إن شاء الله هذا اليوم ننتهي، لكن نكمل هذا الموضوع غدا حتى نفهم وين أين الخلل، أين الخلل. المهم الذي مر الآن استوعبناه، استوعبناه أكيد ولا لسه نص استوعاب؟ استوعب قتل الخلق وقتل النساء وقتل الأطفال وقتل الحيوانات وقتل القتل، فهمنا القضية، فهمناها أكيد إنه هذا محرم وغير مشروع في الدين، فهم الأحاديث استوعبناها، نعرف أنها صحيحة وأن الذي أتى بها لا يطلق عن الهوى. أذن يا أستاذ صلى الله عليه وسلم.